أقر النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية في قراءة أولى مشروع قانون مكافحة النزعة الانفصالية المثير للجدل. تم طرح هذا القانون بعد عدة عمليات إرهابية تعرضت لها فرنسا. القانون الجديد يهدف إلى تعزيز احترام المبادئ والقيم التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية ومواجهة مخاطر الإرهاب. من أبرز بنوده أنه يعطي القوات الأمنية صلاحيات واسعة في مواجهة ما تراه تهديدا إرهابيا أو نزعة انفصالية قد تصل إلى حد مداهمة منازل مشتبه فيها أو إغلاق مراكز عبادة وحتى تقييد حركة أو حرية الحركة. طبعا يلزم القانون المساجد والجمعيات التي ترعاها بالخضوع لإجراءات جديدة تتعلق بالشفافية وكشف مصادر تمويلها، وعليها الخضوع للمراقبة الضريبية. يفرض القانون قيودا إضافية على التعليم المنزلي وعلى المدارس الخاصة غير المتعاقدة مع وزارة التعليم والمدارس الدينية، التي يمكن أن تصل هذه القيود إلى حد إغلاقها الكامل. كذلك يفرض عقوبات يمكن أن تصل السجن على كل ما يرهب أو يهدد المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية أو كانت فكرية. كذلك يمنع القانون نشر الكراهية من خلال طبعا الإنترنت. هذا القانون لقي انتقادات من بعض الأحزاب والناشطين الفرنسيين الذين نظموا في السابق تظاهرات ضده، ويقولون إن القانون سيقيد الحريات العامة. ينضم إلينا من باريس رئيس منتدى أئمة فرنسا السيد حسن الشلغومي. سيد حسن، أهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. يعني بداية، كيف تنظرون إلى هذا القانون؟ كيف من الممكن أن يساهم في الحد من انتشار جرائم الكراهية والتطرف في فرنسا؟ حياكم الله. بالنسبة لي هذا القانون هي خطوة تاريخية من أجل اندماج المسلمين والإسلام في فرنسا، خطوة تاريخية اتخذتها الجمهورية، اتخذها الرئيس ماكرون وكذلك حكومته من أجل حماية المسلمين من الأفكار المتطرفة خاصة من الإسلام السياسي. خطوة تاريخية بأن يكونوا فعالين على أرض الواقع، لأن هناك 300 ضحية ذهبت في فرنسا. أرى أن هذا القانون شامل، ينقصه ربما بعض الأشياء مثل ما يخص السجون وما يخص كذلك الإجراءات فيما يخص الجامعات. أما هي خطوة، من يزعج هذا القانون؟ القانون هو يزعج الإسلام السياسي، يزعج كذلك الدول التي تمول الإسلام السياسي مثل تركيا وقطر، وكذلك بعض الدخل السياسي من بعض الدول. أظن هذا هو القانون يمشي في خطوة سليمة من أجل احتواء أزمة الإرهاب والإسلام السياسي. بما أنك ذكرت الإسلام السياسي، برأيك هل هذا القانون بمواده قادر على احتواء أو محاصرة نفوذ الجماعات الأصولية التي تعمل في فرنسا والتي لديها كل الحرية، سواء كان في تلقي التمويل، في التنسيق الكامل بين أفرادها وبين قيادتها سواء كان في الداخل أو في الخارج، والتصرف بمنتهى الحرية، وهم موجودون ليس فقط في فرنسا ولكن في أوروبا كلها؟ هل يمكن بالفعل من خلال هذا القانون محاصرة نفوذهم تماما؟ نعم، أبشركم بشيء. أولا، هو عقدة ذلك هي الأموال. أولا، طريقة بث الأموال أو إرسال الأموال ستكون مراقبة أكثر مما كانت عليه قبل، وخاصة فيما يخص مثلا مؤسسة ميلوغوريش. ميلوغوريش عندهم 400 مسجد في فرنسا تحت تمويل تركي، أجندة تركية واضحة، فلذلك هذا القانون سيمنع التمويل وتدخل التمويل. هذه النقطة الأولى فيما يخص المال. النقطة الثانية، يستطيع القانون الفرنسي من هذا القانون أن ينظر فيما يخص كل المعاملات المادية في داخل مراكزهم الثقافية، في مراكز الدينية. القانون الفرنسي كذلك يمنع الأئمة من خارج فرنسا، الأئمة والأشخاص المجندين من خارج فرنسا، كذلك القانون يلعب دور في ذلك. سيحد من الإسلام السياسي، إذا حد من المال، من التمويل، إذا حد من التأشيرات للأشخاص المشبوهة سيحد من نفوذه، سيحد كذلك. نحن رأينا في المرحلة الأخيرة أن الرئيس ماكرون ووزير الداخلية أخذوا إجراءات ضد مؤسسات وجمعيات عريقة إخوانية، استطاعوا أن يحلونها، واستطاعوا كذلك جعل تحت
تحت إقامات جبرية ومراقبة لأشخاص ينتمون لهذه المنظمات. ولكن هنا البعض قد يرى أن ثمة مشكلة في قصور المعالجة الثقافية والفكرية، لأنه قد يكون هناك بعض التيارات الموجودة التي من الممكن أن تحتفظ بنفس الأفكار، بنفس الانتماءات الفكرية أو الانتماءات الأصولية. كيف سيتعامل معها القانون؟ كيف سيتعامل معها الوضع الجديد؟ ليس فقط ما يخص جمعيات أو ما يخص أشخاص، إذا هؤلاء الأشخاص غيروا أساميهم وغيروا معذرة جمعياتهم وغيرهم، أنا أظن أن هناك فئة خاصة سياسية أو شخصيات عامة فرنسية هي فطنة، هي تنتمي إلى هذا النظام وهو النظام الجمهوري، تنتمي إلى التعايش السلمي والتسامح، ستكون فطنة، وخاصة هناك صحفيين. فلذلك مثلا السيسيف أرادوا أن يغيروا، يوم الأحد دعيت مسيرة للمسلمين ضد الإسلاموفوبيا بزعمهم، فكان 200 شخص من 6 مليون من 7 مليون مسلم في فرنسا، خرجوا 200 شخص. أظن أن هناك اقتناع في الداخل في المجتمع الفرنسي المسلم بأن هناك ضرورة لحمايتهم، خاصة مع ما حصل أخيرا وعملية التجنيد والعواقب التي وقعت وحصلت على المسلمين والإسلام. شكرا جزيلا لوجودك معنا من باريس، رئيس منتدى أئمة فرنسا حسن الشلغوبي.